إيران اقتربت كثيرا من الانتقام من إسرائيل، وهذا الأمر أصبح واضحا بحسب ما نشر من عدد من المصادر الإيرانية التي ثبتت تصريحات واضحة لقائد أو القائد العام للحرس الثورية الإيرانية العميد حسين سلامي، الذي ظهر وهو يتجول في إحدى المواقع الموجودة في غرب إيران. وفي غرب إيران أغلب القواعد الصاروخية المرشحة أن تستخدم في الهجوم على إسرائيل، وقد ذكر اللواء حسين سلامي الآتي: سوف تسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام إن شاء الله. وهذه التصريحات تأتي مباشرة بعد تقييمات من قبل البيت الأبيض أكدت فيه بأن إيران لم تتراجع عن مسألة الانتقام لما جرى في الداخل الإيراني من عملية اغتيال خطيرة قادها الموساد الإسرائيلي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وبعد هذه التصريحات والتقييمات جاء الهجوم الانتقامي من قبل حزب الله اللبناني للانتقام لرئيس أركان حزب الله فؤاد شكر، وتحدثت عن تفاصيل هذا الهجوم الذي شهدناه صباح هذا اليوم النيويورك تايمز، البي بي سي البريطانية، وكذلك جريدة الأخبار اللبنانية وحتى وكالة تسنيم. والذي جرى بداية القصة كلها بدأت من إبلاغ إسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية بأن معلوماتهم الاستخبارية تؤكد بأن ساعة الصفر قد اقتربت لحزب الله اللبناني. وهنا أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون إلى منطقة الشرق الأوسط، واتجه مباشرة لإسرائيل للاطلاع على التجهيزات الإسرائيلية لمواجهة الهجوم القادم من حزب الله اللبناني. كان هنالك اجتماعا بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وبعدها جلسا سوية مع عدد من العناصر المهمة في الحكومة الإسرائيلية، وهم يراقبون من المقر الرئيسي في تل أبيب طبيعة الهجوم القادم من حزب الله اللبناني. وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا ظهر في مقره مع مساعديه، وهو يراقب أيضا طبيعة العمليات والتطورات. والقيادة الشمالية الإسرائيلية هي التي كانت في وجه المدفع لتطبيق الهجمات والهجمات المضادة ضد حزب الله اللبناني. والذي جرى هنا بحسب التفاصيل التي نشرت من قبل النيويورك تايمز تحديدا، تحدثت النيويورك تايمز بأن حزب الله اللبناني كان يخطط لإطلاق أكثر من 6000 صاروخ وطائرة مسيرة على العمق الإسرائيلي، وذلك لمشاغلة المنظومات الدفاعية الإسرائيلية واستنزافها قدر الإمكان من أجل الوصول إلى أهدافهم. وجزء كبير من أهدافهم هي الوصول لوسط إسرائيل وكذلك لاستهداف تل أبيب. والأهداف التي كان يبحث حزب الله اللبناني عن استهدافها هي مقر الموساد في شمال إسرائيل وكذلك مقر الاستخبارات العسكرية الخاصة بإسرائيل. ونتحدث هنا عن آمان، وحدة آمان 8200، بسبب أن هذه المؤسسات هي التي لعبت الدور المباشر في عملية اغتيال فؤاد شكر. كذلك حزب الله هدف أو كان يستهدف وجزء من أهدافه وبنك أهدافه هي البحرية الإسرائيلية. والهجوم كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 5 فجرا، ولكن المفاجأة أن إسرائيل كانت حاضرة وتعرف الكثير من التفاصيل، واخترقت الطائرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية قبل ربع ساعة من هذا الهجوم القادم من حزب الله اللبناني، وقاموا بضرب وتوجيه ضربات استباقية عنيفة للغاية على مواقع حزب الله اللبناني. وجهوا 100 ضربة باتجاه 40 موقعا في الداخل، دمروا من خلالها الكثير من القدرات الصاروخية التي كان يعد لها حزب الله اللبناني من الصواريخ البعيدة المدى لتحقيق هذه الاستهدافات، وبالتالي تماما أفشلوا الهجوم الذي كان قادما باتجاه وسط إسرائيل أو حتى تل أبيب. لم تصل أي من هذه الصواريخ لهذه المناطق تحديدا. كذلك أن المنظومات الدفاعية كانت حاضرة وبفاعلية عالية للغاية في عملية التصدي، بالتالي كنا أمام طائرات تهاجم لتحقيق الضربات الاستباقية وطائرات تدافع أيضا عن أو تواجه الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو غيرها والمنظومات الدفاعية الأرضية لتحقيق كل هذا التصدي. وكانت هنالك لقطات لطبيعة الضربات الاستباقية الإسرائيلية التي ظهرت بهذا الشكل قبل أطلاق أي صاروخ أو طائرة مسيرة من حزب الله اللبناني. فجأة بدأت الانفجارات في داخل الأراضي اللبنانية ضد حزب الله اللبناني. كما نلاحظ هنا الكثير من الضربات جاءت، وسبق لإسرائيل أن هددت بأنها ستوجه ضربات استباقية
ضد حزب الله اللبناني كما نلاحظ، وهذا هو الذي جرى فعلا قبل ربع ساعة من عملية انطلاق هذه الصواريخ والطائرات المسيرة. كانت هنالك كثير من اللقطات لهذه الضربات، وهذه لقطات حية من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت هذه العمليات التي نراها. بالتالي الصورة العامة كانت بهذا الشكل، صورت من عدد من الاتجاهات كما نلاحظ. كذلك المنظومات الدفاعية الإسرائيلية ظهرت وهي تحقق العديد من النجاحات في عملية التصدي لما تبقى من الصواريخ والطائرات المسيرة من أجل أن تستهدف طبعا العمق الإسرائيلي، إلا أن كان التصدي واضح وقوي هنا من قبل الجانب الإسرائيلي. وبعد ذلك ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول الآتي: نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لحماية بلادنا وإعادة سكان الشمال إلى ديارهم سالمين، ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه. وأكرر أن هذه ليست نهاية القصة، ولكن من جهة أخرى كان هنالك بيانا من حزب الله اللبناني، وكان هنالك خطابا من الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. البيان هنا ذكر ببساطة بأن هذا الهجوم كان مختلفا عن الرواية التي تحدثت عنها إسرائيل، أو حتى التي ذكرها طبعا النيويورك تايمز. ما ذكره البيان هنا بأن الهجوم كان ب320 صاروخا باتجاه 11 ثكنة وقاعدة عسكرية، بالإضافة إلى أن هذه الهجمات كانت قد حققت أهدافها بالكامل. وبعدها ظهر السيد حسن نصر الله ليتحدث عن طبيعة الاستهدافات التي نجحت بالنسبة لهم، ولماذا هم تأخروا في تحقيق هذا الاستهداف. وهنا نلاحظ طبعا بالنسبة للصواريخ التي انطلقت من قبل حزب الله اللبناني، فعلا ترى أن هنالك هجوما باتجاه مرتفعات الجولان وكذلك باتجاه وسط شمال إسرائيل. نلاحظ هنا أيضا بعض الهجمات وصافرات الإنذار باتجاه ميرون وغيرها من المناطق التي تأتي في الداخل الإسرائيلي، كذلك في الجليل الغربي. وترى أيضا أن هنالك هجمات وصواريخ باتجاه كريات شمونة في الجليل الأعلى، وأيضا باتجاه نهاريا والتي تأتي باتجاه حيفا، نقطة حساسة للغاية. كانت هذه كلها أهداف بالنسبة لحزب الله اللبناني. وكانت هنالك بعض اللقطات التي ظهرت فيها طائرة مسيرة تسقط على طريق عام، أيضا بعض الضربات التي جاءت باتجاه بعض النقاط المدنية حظيرة للدجاج هنا أيضا كانت قد ضربت من حزب الله اللبناني. ولكن واحدة من أخطر الاستهدافات التي نجح حزب الله اللبناني في تحقيقها هي ضرب لهذا القارب أو للبحرية الإسرائيلية تحديدا، لهذا القارب يعتبر من قوارب الدورية الإسرائيلية وهو من فئة دفورة. ظهر صاروخ لحزب الله اللبناني وهو يسقط بهذه الطريقة على هذا القارب الذي نراه، وحقق ضربة مباشرة كما نلاحظ. الصورة ليست واضحة، ولكن إسرائيل أكدت مقتل جندي إسرائيلي من البحرية الإسرائيلية وجرح جنديين آخرين، مما يوضح بأن هذه الضربة جاءت مباشرة كما رأينا قبل قليل. وهذا النوع من الصواريخ الساقط بشكل عمودي طبعا ظهر وهو يستخدم أيضا باتجاه نهاريا. لاحظ نفس الصاروخ يضرب نفس النقطة، وهذا النوع من الصواريخ وهذه التكنولوجيا الصاروخية سبق وأن ظهرت لدى جماعة الحوثي مثل فالق واحد تحديدا الذي يسقط بشكل عمودي ويحدث هذا الضرر الكبير. يبدو أن هذه التكنولوجيا أيضا يمتلكها حزب الله اللبناني كما نلاحظ من هذا الاستهداف. بشكل عام إسرائيل دخلت في إنذار كبير. بن غوريون، مطار بن غوريون في تل أبيب، رغم عدم وصول أي صاروخ أو طائرة مسيرة باتجاه تل أبيب بعد الضربات الاستباقية والنجاح الدفاعي كما تقول إسرائيل الذي حققته، إلا أن بن غوريون توقفت الرحلات فيه وتم إعلان الإنذار والطوارئ في إسرائيل بسبب هذا الهجوم، وهي مستمرة لمدة 48 ساعة. ولكن بالنسبة لإسرائيل طبعا الهجوم القادم من حزب الله اللبناني هو كشف مواقعا لم تكن تعلم إسرائيل بأن هذه المواقع ستستخدم في إطلاق الصواريخ، أو على الأقل لاحظت بأنها نقاط قد استخدمت في الهجوم عليها وبالتالي قامت بمهاجمتها في نهاية المطاف. على سبيل المثال بعد كل هذه الهجمات التي تحدثنا عنها كانت هنالك هجمات أيضا في الصباح الباكر ضربت عددا من النقاط لإطلاق الصواريخ كما نلاحظ في هذه المنطقة في زبقين. وكانت هنالك صور من الطائرة الإسرائيلية، وستلاحظ كيف أن صاروخا ينطلق إلى الشمال هنا يوضح لك أنها ليست نقطة عادية التي استهدفت، وإنما هي نقطة لإطلاق الصواريخ أو قاعدة لإطلاق الصواريخ هي التي استهدفتها إسرائيل بعد الهجوم القادم من حزب الله اللبناني باتجاه طبعا العمق الإسرائيلي. كما نلاحظ العديد من المواقع التي استهدفت، إذا ما أخذنا علامات
هذا الموقع الذي استهدف، تلاحظ مما هو ظاهر من الطائرة الإسرائيلية، هنالك شكل مميز على الأرض كما نلاحظ. هذه العلامات ممكن أن نستغلها ونستفيد منها في التوجه الآن بسرعة إلى القمر الصناعي لكي نتأكد منها. نتجه إلى زبقين التي كان هنالك الكثير من اللبنانيين الذين قاموا بتصوير هذا الموقع. هذه هي زبقين، الموقع يقع إلى جنوب شرق زبقين كما نلاحظ على الأقل من الصورة التي نلاحظها. وإذا ما اتجهنا للشمال مع التقريب على هذه النقطة سنرى أن هذه هي النقطة التي كانت عبارة عن قاعدة للصواريخ واستهدفت كما نلاحظ، هي نفس العلامات الموجودة على الأرض كما نلاحظ، مما يؤكد بأن إسرائيل فعلا كانت قد استهدفت هذه المنطقة. ويبدو أن هذه المنطقة هي التي كانت النقطة أو المنطقة التي استخدمت على شمال إسرائيل، هذه المنطقة التي استهدفت. وكذلك أن معهد المال للدراسات كان قد أوضح في أغسطس من عام 2022، أوضح هذه المنطقة تحديدا، أوضح أن هنالك فتحات موجودة في هذا الموقع الذي نراه أمامنا، وأن هذه الفتحات كما تحدث المعهد هي التي تنطلق منها الصواريخ من داخل هذا الجبل. لاحظ المناطق التي استهدفت كانت هنا كما لاحظنا من الطائرة الإسرائيلية، وإذا ما لاحظنا هنا ما نشره معهد الماء أوضح هذه المنطقة، نفس الموقع الذي أشرنا له الآن، ولاحظ كيف أن أوضحوا بأن هنالك فتحات ملتقطة صورة من الأرض، ليس واضحا كيف تحصلوا على هذه الصورة، لكن يوضح لك أن فعلا هنالك فتحات، وها نحن أمام الاستهدافات التي كانت ظاهرة هنا وهنا وهنا من قبل الطائرة الإسرائيلية كما لاحظنا. وبالتالي هذا يوضح الكثير من الأمور، يوضح أن هنالك معلومات عن هذا الموقع لكن تأكدت مع هذا الاستهداف أو هذا الهجوم الانتقامي من قبل حزب الله اللبناني. بالتالي ترى أن هذه القاعدة أو هذا الموقع ليس بالعادي أبدا. إذا ما قمنا بالالتفاف 180 درجة، ابتعدنا قليلا هنا من هذه المنطقة، ترى بأن المنطقة قريبة للغاية من الحدود على مسافة 6 كيلومترات فقط تقريبا. هذه المنطقة التي أشرنا لها المسافة 6 أو 6.8 كيلومتر، بالتالي هي قاعدة ممكن أن تستهدف أي منطقة من المناطق، إن كانت باتجاه بحيرة أو مرتفعات الجولان وبحيرة طبرية أو وسط شمال إسرائيل، أو حتى باتجاه نهاريا أو باتجاه حيفا. بالتالي هذا موقع استراتيجي للغاية هو الذي انتبهت له إسرائيل وقامت باستهدافه في نهاية المطاف. المثير أن يدعوت أحرنوت كانت قد ذكرت بأن هذه هي المرحلة الأولى لعملية الانتقام لفؤاد شكر، وبأن هنالك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة. هو نفس الأمر أساسا الذي ذكر في بيان حزب الله اللبناني، بأن هذه هي فقط المرحلة الأولى للانتقام لفؤاد شكر. وأكدت المعلومات الإسرائيلية كما نشرت من الصحافة الإسرائيلية أن الهجوم سيأتي من اتجاه آخر، قد يأتي من سوريا وقد يأتي بشكل أكبر من إيران، خاصة وأن إيران حتى هذه اللحظة لم تنتقم لإسماعيل هنية. كل طرف اختار توقيته واختار طبعا وضعه واختار كيفية الانتقام. حزب الله بدأ هذا الأمر وجميع ينتظر ما الذي سيكون قادما من إيران، إن استهدفت فعلا إسرائيل بشكل مباشر أو قامت باستهدافات غير مباشرة.